أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قتالا اندلع على شرقي دمشق بين مقاتلي المعارضة وقوات الأسد الأربعاء للمرة الأولى منذ أن أعلن الجانبان وقفا لإطلاق النار في مطلع الأسبوع. كما أصابت ضربات جوية منطقة محاصرة تحت سيطرة المعارضة. قال المرصد إن الضربات الجوية على ثلاث بلدات الغوطة في الغوطة الشرقية قتلت طفلا وأصابت 11 مدني آخر، ليرتفع عدد المصابين والقتلى إلى نحو 55 مدني خلال 48 ساعة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد. أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار بقتل 21 فرد من داعش ومقاتلين اثنين من الحشد العشائري باشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية في صحراء النخيب قرب الحدود مع السعودية. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية والعشائرية قامت بالرد على الهجوم وحدثت اشتباكات مسلحة ما بين الطرفين. قتل الجيش المصري 40 إرهابي وقبض على 5 آخرين في إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد لاقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء. وفرضت القوات حصارا محكما على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، ونفذت المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة لليوم السابع على التوالي. قتل 26 جنديا أفغانيا على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم نفذته طالبان اليوم على قاعدة في ولاية قندهار في جنوبي البلاد. أصرح المتحدث باسم الوزارة الأفغانية أن جنوده قاوموا ببسالة وقتلوا أكثر من 80 إرهابي. نبه وزير الدفاع الماليزي إلى توسع أنشطة داعش الإرهابي في منطقة جنوب شرق آسيا بعد انحساره في الشرق الأوسط مؤخرا، مضيفا أنه لا يمكن السماح بأن يكون للتنظيم موطئ قدم في المنطقة، بعدما أعلن بالفعل عن توسعه في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة. حذرت كل من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية من أن اليمن على حافة الوقوع في مجاعة. وأكد كل من المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية عقب زيارتهم لليمن أن تفشي الكوليرا هو الأسوأ على الإطلاق في خضم أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.